صباح الخير لكم مشاهدينا، من يوم جديد بنطل عليكم. اليوم 5 تموز 2020، كل العالم بعرف كل حديثة عن التعب وعن الوضع وعن الدولار وعن شو رح يصير فينا وعن المجاعة، أمور كتيرة سلبية بنحكي فيها. إن شاء الله يا رب تكونوا بهيدا النهار عم ترجعوا هيك تعوضوا كل الأمور السلبية اللي عم تمرق بحياتنا بأنه تكونوا متواجدين مع عيالكم بهيدا النهار. وأكيد يوم الرب هو الأساس، لما نعرف قوة المسيح ولما نعرف قدي المسيح هو حدنا، بعتقد هيدي هي الشغلة الأساسية يلي رح تقدر توقفنا على إجرينا. مشان هيك رح نحكي عن هيدا الموضوع وعن قوة المسيح بأول لقاء لنا مع قدس الأب أجابيوس نعوس، كاهن كنيسة مارليس لروم الأرثوذكس الرابية المطالب. صباح الخير أبونا. بس كهالي صوت صباحك، اشتقنا لكم كثير. يعني مثل ما كنت عم بقول، كيف ما برمت، يعني كل عمرنا الأشخاص الإيجابية، يمكن أنا أول وحدة منهم، حتى هالأشخاص يلي بفكروا دايما بطريقة إيجابية، توصل لمطرح بدك تكون واقعي، ولما تكون واقعي بتتعب، وما في شيء بيطلع مثل ما دايما منقول، ما في شيء رح ينقذنا بهيدا البلد إلا أعجوبة من السيد المسيح. لما نحكي عن قوة المسيح قديه منكون واثقين وعم نتباهى انه هالشخص القوي يلي هو اقوى من كل شيء وبيعرف بكل شيء وهو رح يعطينا كل شيء ورح نستمد منه القوه. تبارك الله الهنا كل حين الان وكل ان والى دهر الداهرين. امين. اشكر الرب دائما على عطاياه، واشكر الرب ان في الحياه هناك اناس حقيقه ايجابيين مثل ما انت عم تقولي، وانا بلمس الايجابيه عندك حقيقه، وبلمسها عند كثيرين من الناس الذين عندهم إيمان. والإيمان يزهو ويعلو، والإنسان قديش بيكون ثابت في إيمانه قديش بيصير بوزيتيف أكثر. وأن يتزعزع الإنسان هذا أمر طبيعي، ما نحن على الأرض والأرض فيها أشواك كثيرة، والإنسان قد يحبط قد يخاف قد شو بيقولوا يتقلقل، ولكن بالنهاية إذا كان عنده رؤية وكان عم ينظر إلى من هو أقوى منه، يعني الإله العظيم، يستسلم. والاستسلام بيعطي حقيقة سلام. العالم تمشي بغير طريقة، العالم تمشي بطريقة تريد ألا تستسلم، لأنه بيعتبروا بعدم الاستسلام هو الفوز. أنا أقول أنه الاستسلام طبعاً بيد الرب هو الفوز الحقيقي. الاستسلام إلى الشرير هذا فيه طبعاً إحباط ولا نصر. قوة المسيح بنتي مبين كثير منيح في الكتاب المقدس، ويبدو أنه الإنجيليين أيضاً عملوا لنا مثل استعراض للقوة، وهذا حتمي، لأنه الإنسان إذا ما بيشوف قوة الإله ممكن ألا يثق به. ولكن هذا الإله المتجسد، إلهنا العظيم الذي أتى حقيقة، عملوا له مثل استعراض قوى، ولكن يختلف استعراض المسيح القوي عن استعراضات الدنيا. يعني بتشوفي مثلا اليوم استعراضات عسكرية مثلا، والاستعراضات العسكرية أغلبيتها من أجل إرهاب الأعداء، يعني أنه نحن هون ونحن ما حدا بيقدر يلوي لنا زراعنا. فيها تفاخر بقوى شخصية، يعني كل واحد منهم عم يتفاخر انه هو القوي وهو اللي بيقدر وهو بيقدر يحطم الناس. وبأغلب الأحيان بتكون هذه الاستعراضات إنما فيها التهديد المبطن، فيها العنف يلي بصوت سيطر على القلوب، فيها أكثر وأكثر دماء تهرق. وحقيقة أنا بقول ما فيها اتضاع أبدا، فيها كل العنجهية باختراعات لآلات الموت. هذه الاستعراضات العادية، أنما استعراض يسوع المسيح لقواه حسب الكتاب المقدس هو استعراض للخير، هو استعراض للقوة التي فيها الخلاص، هي استعراض حقيقي للحب الحقيقي، فيها استعراض للتواضع. يعني مثلا بهالنص اللي بتحطه الكنيسة اليوم بفرجونا استعراض مثل ما أنه مبارزة، إذا بدك من هو أقوى في التواضع، من هو سباق أكثر في الحب، من هو سباق أكثر في إعطاء خلاص. فإذا الكتاب المقدس واضح أنه فيه قوى للمسيح يسوع، وفيه حقيقة تفاخر بهذا الإله الذي قلب كل المقاييس
من مقاييس تعتمد فيها البشرية على الذات إلى مقياس آخر يعتمد فيه الإنسان على رؤية الله، على محبة الله، على قوة الله. وأنت قلتي وأنا برجع بالشكر تمك الغالي أنه قوة الله هي التي تنقذ، مشان هيك أوقات الناس بينتظروا عجيبة من هنا ومن هناك، ولكن أنا بقول حتى العجيبة فيها استعراض القوى. يعني يسوع المسيح وقت عمل العجائب ما كان هدفه حقيقة يعمل عجائب وراح أقولها بكل جرأة، دخول يسوع المسيح إلى الأرض ما كان من أجل شفاء الناس جسديا فقط من كل أمراضهم النفسية كانت أو الجسدية، كان يسوع المسيح هدفه واضح بس كان هو أن يشفي الناس من الداخل، أن يعطي الناس قوة على الخطيئة، لأن الإنسان الذي يقوى على الخطيئة يشفى حتما جسديا ويشفى حتما روحيا. والأهم الأهم حتى قول أنه العجيبة عملها هي لكي يصدق كلمته. يسوع المسيح هدفه الكلمة وليس هدفه العجيبة، لأنه بعد العجيبة ممكن أن تعود أنت إلى الموت. يعني يسوع المسيح ما هدفه أن يشفيك من مرض جسدي وتذهب أنت بعدها إلى الجحيم، هدفه المسيح يسوع أن يشفيك من الداخل ويعطيك قوة مثل قوته هو إيمانية، لأنه بقوته الإيمانية تستطيع أنت أن تخلص وتشفى، ليس فقط في ويقات من الزمن تعطاها على الأرض، ولكن أنت تشفى لتكون ابنا ومخلصا في الملكوت. إذا بدنا نقرأ أبونا إنجيل اليوم وشو هدفه وشو هدف الكنيسة من أنه تقرأ هذا؟ تعرفي إنجيل اليوم حلو كتير وجميل حقيقة، وهذا من متى الأصحاح الثامن، بفرجونا يسوع المسيح أنه داخل إلى قرية، مشان ما أرى كل النص، وفي قائد للمئة، وهذا قائد للمئة روماني، وعنده سلطان أن يقول لهذا اذهب ولذاك تعا، وعنده القوة العضلية إذا بدنا نسميها والقوة البشرية الاستعراضية إذا بدي يعملها، بخوف يرهب، هو قائد للمئة بمنطقة صغيرة. ولكن هذا أتى إلى يسوع إذا بدنا نقول ساجدا له، وسجد إذا بدنا نقول قبل أن يطلب هيك مثل انحنى أمامه وقال له يا رب إنه غلامي، غلامي يعني العبد اللي بيشتغل عندي هذا مريض، دغري هذا الحنى قدام يسوع متواضع، هذا عم يعمل قوة فيها هيك إبراز للتواضع. فيسوع المسيح جاوبه بتواضع أكبر، وكأنه يسوع المسيح الحنى قدام طلبه، فقال له يسوع المسيح ما تعذب حالك أنا رايح لعنده، ما تعذب حالك وتجيبه أنا رايح لعندك على البيت. فهيداك رجع قرر أن يكون متواضع أكثر، فقال للمسيح يسوع يا رب أنا لست مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، قل كلمة واحدة فيبرأ غلامي. فتعجب يسوع المسيح من إيمان هذا يلي هو غريب الجنس، يلي هو منه يهودي، منه عنده التقاليد ولا الشرائع ولا النواميس، وقال له المسيح يسوع بحسب إيمانك فليكن، اذهب إلى منزلك. فراح ورأى أنه غلامه قد برئ. فإذا هذا النص يلي نحن ممكن نتعلم منه أنه في ظاهر وكأنه عجائبي، ولكن إذا بنقرأ الكلمات أكثر، أكثر من العجيبة التي لمعت بالشفاء هي عجيبة الكلمة، كيف أن يسوع المسيح غير بكلمة كيانه لهذا الإنسان، وكيف أن يسوع المسيح بالحقيقة أظهر للشعب الذين حوله اللي هن قصاة الرقاب والقلوب اللي بيسمون أبناء الشريعة اللي هن الشعب اليهودي، أن هناك كثيرين قد يسبقونكم إلى الملكوت وأنتم تدعون بأنكم أنتم أبناء الملكوت. واللي بدي أقوله نتعلم منه اليوم، ما حدا منا يفتكر أنه قديش عنده كم من الشرائع وكم من الكتب أنه هو الذي يخلص نفسه. لا، الخلاص لا يتم بالكتب ولا بكلمات تبقى حرفية، الكلمة بدها تدخل إلى قلبك، عندما تدخل الكلمة إلى قلبك تغيرك، تجعل منك إنسانا جديدا. إنها الصعوبات اليوم مثلا إذا ما فيها هيك صمود وقوة إيمانية، أنا مستحيل صدق أنه في إنسان يستطيع أن يخلص نفسه في هذا العصر، أنا مستحيل صدق أنه إنسان معتمد على قواه الذاتية يستطيع أن يكون هو فرحا في هذه الدنيا، لأنه قد ما تقوى قوتك، والبشع أنه الناس مغشوشين بقوى، لك قد ما تقوى قوتك العضلية قد ما تقوى في هناك من سيكون أقوى منك، وأقوى منك يلي هو أقوى واحد في هذه الدنيا من يكون؟ أنا بستغرب عن جهية الدول المتسلطة على هالشعوب الفقيرة المعترة مثل بلادنا وغيره، أنا بستغرب كيف يعتدون بقوى زائلة سخيفة. وإذا بتشوفي
هيدي المرض اللي ضربها العالم اللي هو الكورونا، كيف جعل من الناس جميعا منحنين. بقول لك يا ابني، لك بعد ما تعلمت شيء، لك هذا المرض يلي اتاك لكي ينهضك، لكي يجعل منك انسانا جديدا، انما انت ما استفدت منه، رجعت بعد بدك، بعد عملت شفت صغيره هيك تك، رجعت انه خف المرض، قمت بدك انت تستفحل على الناس، وبدك تعاقب الناس، وبدك تكسر الناس، وبدك تحطم الناس. ما عم بحكي سياسي، عم بحكي دائما السمكه الكبيره بتفتكر حالها انها تستطيع ان تقدم السمكه الصغيره وبتعملها بتاكلها، ولكن بالنهايه هذه السمكه الكبيره سياتي وقت و فيروس صغير بحطها بالارض. اذا علينا نحن ان نبقى ساهرين حاضرين، انما متبارزين مع بعضنا البعض، من يسبق الاخر الى الحب، من يسبق الاخر الى ملكوت ليس مرئي، الى ملكوت السماء. لما بدنا نحكي عن قائد المئة ونحكي عن هيدا الايمان الكبير يلي عنده اياه، نعم، مع العلم انه شخص كثير قوي، نعم، نحن كاشخاص هلا منا قوية وما عندنا شيء غير الايمان، قد ايه ايماننا ممكن يخلصنا؟ وهون عم نحكي عن ايمان خاص، يعني انا بحس حالي عايشه بهيدا البلد مثلي مثل غيري، في اشخاص معترين اكثر وفي اشخاص مرتاحين اكثر، بس انا اذا ايماني كبير بحس حالي محميه وبحس حالي انه ما في شيء رح يقرب علي، هيدا الايمان بالفعل بخلصني؟ النص الانجيلي اللي هلا قريناه مش بس خلص واقام، إذا كنا واثقين بأن هذا هو الإله الحقيقي وهذا هو الذي نرتكن عليه كصخرة مخلصة. الإنسان المؤمن يستطيع أن ينقل الجبال، وهذا تم في التاريخ. مشكلتنا نحن البشر أنه نحن منشوف ضعف الضعفاء وما منشوف قوة الأقوياء بالإيمان. نحكي عن إيمان صخري، عن إيمان فولاذي، عن فلان وفلاني وعمل وشيل وحط إلى آخره، ولكن عندما تأتي الواقعة مباشرة نستسلم إلى الضعف ويأتينا من يرهب. أنا بدي أقول كم شغلة هيك بحب أقولهم، أنه الإنسان القوي المؤمن هو الإنسان مش بس المؤمن، الإنسان المؤمن هو الذي يثبت في الإيمان تبعه. يعني أنت بتقولي أنا آمنت، وممكن توصل إلى محل أنك أنت تؤمني بقوة يسوع إلى آخره، بنشوة روحية بتلاقي حالك بطلة إلى آخره، عندما شو عرفني بتغير الظروف مباشرة الإنسان يركع. مشان هيك اللي بدي اقوله، نحن ممكن ان نتعلم من قوة هذا القوي اللي هو اسمه قائد المئة، كيف ارتمى، كيف ارتمى حقيقة تحت اقدام يسوع المسيح. الارتماء تحت اقدام الله في الصلاة وفي النسك الحقيقي في هذه الايام الصعبة هو الذي يجعل من ايمانك ثابت، وهو اللي يجعل من ايمانك اقوى. يعني اليوم بنحكي عن ايمان بس ما بدنا نعمل الا ناخذ مفاعيل الايمان، انه هل قد انت قوي، بدك خلاصك، بدك قوه، بدك الى اخره، ولكن هل استبقت انت هذا اللي انت هلا عم تسميه ايمان، هل استبقت المفاعيل اللي عم تشوفها بقوه تؤتيك ايمانا لكي تكون انت مؤمن؟ يعني انت اليوم بدك تنجحي وبدك ولادك كلهم ينجحوا، بتطلع قديش هيك فلان نجح وقديش صار، بس هل استبقت انت هذه الحادثه بدرس مضني؟ هل استفدت من عتمات الليل لتكون انت فيها ساهر واضع نفسك أمام الله؟ فمشان هيك كتبت، رح اسمح لنفسي اطلع على كم نقطة لحتى أقول كيف ممكن أن ينتفع الإنسان، وكيف يمكن الإنسان ضمن هذه الظروف الصعبة. يعني إحنا اليوم ظروفنا كتير صعبة الحقيقة، وما فينا نخفي أن الظروف صعبة، بس هل ننهار تحت هذه الظروف الصعبة؟ هل نحن مؤمنين بالرب أن هذه قد تكون لخيرنا مثلا؟ هل نحن مؤمنين أنه هو موجود بيناتنا، ولا أن نحن خلاص اعتبرنا حالنا وكأننا متروكين؟ الإنسان المؤمن يا باسكال هو الإنسان يلي بيأمن أنه منه متروك رغم كل الظروف الصعبة. والكتاب المقدس مليان من الآيات المعزية، وأنا دائما تخطر على بالي أي ما بنساها مخلصت لي حياتي، إذا بدكم إلى حد ما عم بحكيك بالصدق مخلصت لي حياتي. وهذه الشغلة بيجي لعندي ميات الأبناء الروحيين، أول أمر بيخطر على بالي هذه الآية من بولس الرسول يلي بحبك فيه، اللي إذا أنت بتحفظيها بتخلص لك نفسك، اللي أنت إذا بتحفظها اللي عم تسمع بتخلص لك نفسك. يعني إذا أنت وصلت لمرحلة أن تستسلم بين يدي الله وتقول مثل ما بيقول بولس الرسول أن كل الأمور، ما قال جزء من الأمور، أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني كل الظروف رغم صعوبتها قد تكون للخير. أنت مين قال لك اليوم أنه أنت وضعك أسوأ بكثير من أوضاع دول أخرى عندهم دولار ومحبوحة والآخرين؟
من قال لك أنك أسوأ؟ أنت توصيفك للأمر، رؤياك للأمر، أنت شفت أنه ما في دولار، شفت أنه في جوع إلى آخره، شفت أنه في قهر، شفت أنه ما فيك تروح المستشفى، وأنا بعرفهم كلهم أنا قاعد على هذا، ولكن أنت رؤياك لهذا الموضوع جعل منك إنسان أنت عم تفوكس فقط على النيجاتيف، ما عم تفوكس على القوة الضامنة لك خلاصا ضمن هذه الأزمات. أنت بتعرف اليوم أنه المريض المنقح على التخت ما بيطلع إلا لفوق. هذا الإنسان قبل ما يمرض ما يكون مريض عم يطلع على الناس، عم يطلع على الحشرات، عم يطلع على الأرض، عم يطلع إلى آخره، ولكن ما بحياته تطلع إلى فوق، عم بعطيها كاريكاتير. ممكن تكون هذه الأزمات إنما هي لنفعك. ما هو هدف وجودك على الأرض؟ هل هدف أن تكون أنت هون فقط أن تعيش ومرتاح وأنك أنت متسلط على الناس ومنرفض؟ إذا كان أنت كان هدفك فقط الأرض فأنت ستبقى ابنا للأرض، ولكن إن كان عندك هدف آخر هو سموك باتجاه الفضيلة اللي هي لفوق، ترفعك إلى فوق، تتغير كل المعطيات تبعك. فمشان هيك بدي إلكن أنه الثبات في الإيمان هو أن نثق بما لسنا بمتركين، أن تتحول قوانا من اعتمادنا على قوانا الذاتية أحبه الشخصية إلى الاعتماد على الله. وهذا الكلام لا يطال فقط المسيحيين، هذا يطال كل الناس. الاعتماد على الناس والاعتماد على الدول والاعتماد على الدول المانحة والاعتماد على الدولار فرجيك لوين وصلك، فرجيك لمرحلة أنك أنت رغم كل الاعتماد على كل هولي ما وصلت إلى محل. مشان هيك بيقول الكتاب المقدس لا تتكلوا على بني البشر ولا حتى على الرؤساء، لأن ليس عندهم الخلاص، أن يأتيك الخلاص من الاعتماد على الرب. وبنهي بدي أقول إن شاء الله بنهي هالنقطة، إن شاء الله بتمنى أنه هذه الأزمات التي نحن فينا تجعل منا أناس متموضعين بشكل جديد، أن تتغير أداء تصرفات حياتنا، أن تتغير أفكارنا. يعني مثلا أعطيكم مثال، أنا بأكد لكم أنه هذا فيه صحة. يعني مثلا اليوم ما بقى في إنفاق بس للمهوار، يعني الناس 90 إذا مش 99% من الناس اليوم صاروا ينفقون ما هو الضروري. يعني أنا بشوف مثلا من الأعراس اليوم عم يجوا 7 من 10 أشخاص بيتجوزوا بكل بساطة، بيحطوا وردة وردتين بيفلوا على بيتهم. تذكرت أيامي أنا تجوزت من 24 سنة أنه بآخر شيء ضيفوا أهلي على الباب حبة شوكولا للعالم أخذوها وكانوا كتير مبسوطين، ورحنا نحن على جهاد مشان نبني حياتنا ومستقبلنا. مثلا اليوم عم برجع أشوف هالعادات اللي نحن استغنينا عنها، أنه حبة شوكولا بالآخر باي باي بيصلب لهم الخوري عليهم وبيضيفوا هلا 10-15 شخص. شوفي بالمقاتم قديش كان ينعمل اشياء. بقصد اقول هذه الازمات اذا بنقريها بشكل بوزيتيف انا متاكد انه بتقدر تعطينا فحوى اخر. واهم نقطه انه قبل ان يجترح يسوع المسيح هذه العجيبه بحسب النص تبع متى كان عم يوعظهم الوعظه على الجبل يلي بيقول لهم يا قليلي الايمان، بقول لك هذا زنبق الحقل لا بيزرع ولا بيحصد ولا بيخزن بالأهراءات وربنا عم يعتني فيه. لك إذا زنبق الحقيقة لك كيف أنتوا يا أبناؤه إذا كان عم يهتم بهذا ألا يهتم فيكم؟ ألا يعطيكم حاجاتكم في وقتها؟ بتقولي لي بس الحاجات ما نمأمني. الحاجات ما نمأمني بحسب توصيفك للحاجات. يعني اليوم نحن بيكون بتأديك علبة حليب بدك تفتكر أنت بتوصيفك أنه 100 علبة لحتى تأديك، بس تشوف حالك أنه العلبة اليوم قر كتير. سامحوني في مثل بسكت لحتى تفهموني، في حدا نسيت مين الحقيقة بيقول قال رب يوم بكيت منه ولما أتاني يوم آخر بكيت عليه. أنا بتذكر أنه كل عمرنا بهالستوديو من أنا صار لي 10 سنين بجي، من 10 سنين كان وضعنا باللوج بالنسبة لهلا، بس كنا عم ننق لأنه كان توصيفنا للأمور مختلف. اليوم نحن وضعنا أسوأ بكتير وعم ننق، وبأكد لكم أنه هذا اليوم يمكن يكون أحسن بكتير من بكرة. فمشان هيك الاعتماد على الرب، وأكيد مش بس من يعني كمان عم نترحم على الأيام اللي مرقت ومنقول واو شو كانت حلوة ومنا عارفين قيمتها ويا ريت بترجع لهالدرجة، مع أنه كنا ننق عليها. بالفعل يمكن هون لما بدنا نحكي كمان عن القوة
منلاقي بالإنجيل في استعراض لقوة كمان القائد الماء يلي طلب من السيد المسيح أنه يشفي له الغلام. ليه هالاستعراض كمان أنه شخص قوي وعم بيطلب المسيح؟ بقريب بشكل كمان ممكن نتعلم منه. أنت اليوم ما بتصير مبارزة بين واحد ضعيف وواحد قوي. واحد قوي واحد ضعيف معروف أنه الضعيف هو مسحوق، ولكن البطولة بالطلب. هذا قوي وهذا عنده جنود وبيأمرهم وبيقول لهذا روح ولهذا تعا والآخرة. ولكن أنا لا أقرأ فقط، أيضا كيف وصف الكتاب المقدس أنه هذا قوي عنده جند وعنده مصاري وعنده باور وعنده سلطة رومانية وراء السلطة الرومانية. مين كان يسترجي بالدولة الرومانية كيف تحتمه؟ وهذا الدولة الرومانية مش بس كانت تضطهد المسيح يسوع واليهود، لكل واحد ما بيمشي بالطريقة اللي هي بدها كانت تضطهده. هذا المضطهد، هذا اللي عنده كل القوى بالنسبة لنا عضليا، بيقدر يسحقه للمسيح يسوع بلحظة. والحقيقة عضليا سحقوه للمسيح يسوع إذا بدنا نحكي جسديا، وصلبوه بالنهاية. ولكن رغم كل القوة هذه التي عندهم للسحق، إنما هذا أبرز علاقته مع المسيح يسوع قديش كانت أهم من قواها الاستعراضية. فالإنسان اليوم بده يعرف إذا بيقرأ بين السطور إنه هذا القوي رأى أن هناك من هو أعظم منه. وأنت يا قوي، مين ما كنت تكون عم تسمعني، كل واحد منا مفتكر حاله قوي. إذا بتغمض عيونك شو بتشوف قديش هزالتك قدام قوة الله. والعظيم بالنسبة لي أنا إنه هذا قائد المئة ما كان عم يطلب لنفسه رغم كل القوة. أنت عم تشوفي وين قوة يسوع المسيح المنهضة للنفوس، أنه رغم أنه هذا عنده كل القوة، عم نحكي كل القوة يعني كل القوة بالدولة الأمريكية، وكان بيقدر يعمل ما بالعمل، ولكن هذا بالنهاية أعاد إلى كيانه الحس الإنساني. إنما رأى أنه عبده هو المريض، وبالماضي الرومان العبد تماما مثل السلعة، وأكثر من هيك كان بيقدر ياكله يعني كان هذا قائد الماء بيقدر يشقف تشفيف لهذا الغلام العبد تبعه وياكله، لأنه كان بحق له أنه ياكل غلامه. يعني بيقدر ببساطة كلية كانوا يقصولهم من لحمه ويكبوه للحيوانات لحتى يطعموا حيواناتهم بجنينة، لأنه بيعتبروه حيوان. إنما ما شاف فيه حيوان، شاف فيه وجه لله. ما شاف فيه هذا المتسلط إلا إنسان محتاج إلى رحمة، ما راح احتكر القوة تبعيته. أنتوا اليوم معلش حتى نتعلم، اليوم إذا بتعرف سلعة بدها تنقطع نتفة صغيرة، بتروح أنت بدل ما تشتري علبتين بيقدوك لثلاث أشهر بتشتري أربع علب، بتعتقد أنه هول لازم يقدوك لست أشهر. بعد ثلاث أشهر بتلاقي هول العلبتين اللي اشتريتهم زيادة صار بدك تكبهم بالزبالة، بده يسوسوا على آخره. عم تخزن أنت يا إنسان، يعني أنت عم تشيل من درب الآخر بدل ما تكون أنت عم تفتكر أن تعطي للآخر من كيانك. فمشان هيك هذا تعليم بسيط، هذا القوي إنما استضعف نفسه أمام عظمة الله. وأنا بعتقد هذا نموذج لك يا إنسان لكي تكون أنت مستضعفا لذاتك أمام قوة الله. هون أبونا نحكى عن أبناء الملكوت، مين بيعنوا فيهم بهذا الإنجيل بحد ذاته؟ اليهود كانوا يعتبروا حالهم أبناء الملكوت، ويسوع المسيح وبخ اليهود عبر هذا القائد، قال لهم هذا روماني، هذا ما عنده شرائع، ما عنده نواميس، ما عنده تحضير مثل ما أنتم تحضرتوا. أنتم بتفتكروا حالكم أبناء الملكوت، ولكن هذا فات خط عسكري إلى الملكوت. وأنتم يلي بتعتبروا حالكم أنكم أنتم مخلصين بسبب هذه العنجهية اللي أنتم أخذينها من أبائكم القديسين يلي حطوا إلى آخره دم قلبه من أجل أن يمدوا لكم الإيمان، إنما سيأتي آخرون من الخارج ويدخلون إلى هذا الملكوت. وقال لهم أنه هذا بده يسبقكم إلى أحضان أبائكم اللي أنتم عم تتغنوا فيها، أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أنتم بتفتكروا حالكم أنه أبناء الأباء، ولكن أنتم بقيتم على الحرف، والحرف يقتل والحرف لا يعطي نفعا. وأنت يا إنسان اللي عم تسمعني هلأ، إذا أنت معتد بنفسك أنك أنت ابن المسيح يسوع، وأنت بقيت على حرفية وعلى هامش تعليم يسوع المسيح دون أن ندخل سوية أنا وأنت في شراكة حب عظيم، هذا الحب الذي هو يرفعك من موجة الحرف والأرض إلى موجة الملكوت. فمشان هيك علينا اليوم نحن أن نكون عن جد اليوم قبل أي وقت آخر
مبرزين لحب يسوع المسيح، واليوم بالضيقة بتبين عظمتك. إذا اليوم أنت بدك تحتكر الأشياء يا غبي، تأكد أنه في هذا لا خلاص لنفسك ولا بشارة للناس لأن يأتوا. ولكن اليوم إذا أنت بتشيل هالخبزة هيدي اللي معك وبتقسمها بالنص مع هول الناس اللي حدك، تأكد أن في هذا خلاص لألك، ومش رح تجوع وقتها. ما رح يفضى معجنك، ما رح يفضى مخزنك، ولكن إذا أنت بتحتكرهم رح يسوس. وهذه التي جمعتها إذا راحت نفسك منك وأنت عايش، لمن تكون دخلك؟ نحن بدنا نشكرك دايما أبونا على هالكلام الحلو، وإن شاء الله يكون في عنا رجاء لبكرة أحسن، ويكون في عنا إيمان أنه ربنا القوى هو اللي رح يخلينا نصير أقوى. نشكرك دايما على هالإيجابية كمان بتاعك. شكرا. مشاهدينا نحن نتوقف مع بريك صغير ونرجع لكم حتى نتابع اللقاءات يوم جديد. Come on.